بجد التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. الفرحه مهمه والفوز كان كبير جدا، لكن الحقيقه طبعا يعني الفوز بيحسب للكل وبيحسب ايضا كمان للطاقم الاداري والجهاز الفني. لكن انا معايا طبعا سد العالي زي ما جمهور النادي الاهلي بينادي عليه، وايضا كمان كابتن فريق النادي الاهلي الشناوي. برحب بيك يا شناوي، مجهود يحسب للجميع الحقيقه، الكل اجتهد، الفرحه حلوه، جمهور النادي الاهلي كان عظيم، التضحيات كانت مهمه جدا يا شناوي. الفرحه والبطوله بتجيب بطوله، لان البطوله دي ببطولتين. مبروك وببارك لك، بارك لكل لعيبه النادي الاهلي. طبعا ببارك للاداره وبارك للعيبه وبارك للجمهور اللي كان النهارده كان متواجد. طبعا بشكرهم اللي هم موجودين النهارده، ما ينفعش يروحوا النهارده ان هم ما ناخدش البطوله. احنا كنا مركزين جدا على البطوله ديت، بالنسبه لنا زي ما انت قلت ان هي بطولتين، ان احنا نكسب النهارده في بطوله ثانيه بعدها على طول. الحمد لله اللعيبه كانت مركزه، والفتره اللي فاتت كنا بنشتغل على المباراه، والحمد لله نفذنا التعليمات كلها بتاعه المدير الفني والجهاز الفني كله. وبقول للعيبه انتوا رجاله، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. النهارده نفرح، وان شاء الله من اول بكره كده نركز في الدوري، وربنا يكرمنا ان شاء الله بطوله ورا بطوله. وده اهم حاجه عندنا زي سمة النادي الاهلي، على طول على طول بنفكر في اللي بعده على طول. واهم حاجه النهارده الجمهور روح النهارده، اهم حاجه يكون فرحان. مهما اتكلمت شناوي على الجمهور مش هتدي له حقه، لان الجمهور الحقيقه بيقوم بكل ادوار الحب والانكار للزاويه وتضحيات كبيره جدا من مباراه الهلال ومن قبلها، لكن دور الجمهور كبير جدا. الشناوي الشناوي ما الجمهور بينادي عليه احساسه بيبقى عامل ازاي؟ اكيد طبعا انا على طول بتبسط جدا لما يبقى الجمهور موجود. يعني بالنسبه لي ماتش الهلال يعني انا كنت اكتر واحد فرحان، واللعيبه طبعا كلهم كانوا فرحانين، ان الجمهور كله الاستاد كله كامل. يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، والفرق والجمهور كله يكون موجود، عشان هي اللعبه من غير جمهور بتبقى ولا حاجه. هم دول بالنسبه لنا هم رقم واحد، واللعيبه كلها ما تبقى موجوده بتشوف الجمهور موجوده بقى عندها طاقه كبيره جدا، وعندها كلمه التركيز في المباراه، وتبقى عايزه تبسط الجمهور على طول دايما. على طول بشكرهم، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن، يكونوا موجودين الماتشات الجايه ويساندونا. هم على طول بيساندونا في الحلوه والمره معانا، وبشكرهم. واهم حاجه روحوا النهارده يسحروا ومبسوطين، وبطوله جديده للنادي، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. شكرا. بنشكر اكيد الشناوي، وعوده للاستوديو التحليلي من جديد، والفرحه مستمره معانا في غرف حلع ملابس، وايضا كمان الفرحه مستمره مع